سارة. مساء الخير. مساء النور. ممكن نتكلم مع بعض شوية؟ هو مش انت اللي... ايوه انا اللي قلتلك قبل كده ان في شغلانة ممكن تعوضك عن كل شقة والتعب اللي شفتيه في حياتك. مش معنى اخترتني انا بالذات يعني. تفتكر ينفع نتكلم هنا في موضوع مهم هتكسبي منه نص مليون جنيه؟ لا بقولك ايه، انا مش اللي في دماغك دي خالص. ما تفهمنيش غلط. طب قول عايز ايه. خلصنا. طيب ممكن نتكلم في العربية؟ ما انت لما قلتش عايزين همشي وسيبك دلوقتي حالا. استني يا غبية، ده بيقول لك نص مليون جنيه، ما اشوف اخرتها ايه معاك. صدقيني انا عايز مصلحتك. حاضر حاضر. طيب يا اللي بتخبط. اهلا. السلام عليكم يا خالتي. عليكم السلام. ازيك يا زهرة؟ هو فوزي هنا؟ موجود. بتهيالي انك لسه راجعه من الشغل. هو كمان لسه راجع ويا دوبك دخل يستريح. اما اشوفهولك يا فوزي. فوزي يا زهرة. طورتي. ازيك يا فوزي؟ انا عايزة افهم موضوع خطير جدا. يا ساتر يا رب. ايه خير؟ مش عايزة حد يسمعنا. تشربي حاجة حبيبتي؟ لا كتر خيرك يا خالتي. بص يا ماما، اعملي لي قهوة على العين الصغيرة دي وسيبها تغلي بقى زي ما هي عايزة براحتها. حاضر يا حبيبي. حاضر. ماشي. من عينيا. ايه الموضوع الخطير اللي انت عايزني فيه؟ في واحد عايز نقتل الحاج فجرة قبل يسرى. طب وانت عرفت ازاي؟ وانت قابلتي؟ هو اللي قابلني. قابلك فين؟ جالي مرة في المستشفى، والمرة التانية لقيته لابد لي قدام باب المستشفى وكان عايز اركب معاه العربية وانا مرضتش. وما قالكيش هو عاوز يموته ليه؟ ما قالوليش. هم عايزين ننفذ وخلاص. تنفذ ازاي يعني؟ بأنهي طريقة؟ اديله حقنة هوا وحيدوني نص مليون جنيه. طب تعالى زور. وانت رايك ايه؟ امال انا جايه لك ليه؟ انا بس خايف من حاجه. حاجه يا فوزي؟ لو ما نفذتيش كلامهم مش هيسيبوك في حالك. ليه بقى؟ ان شاء الله انا حره. حره ازاي؟ ما انت كده خلاص عرفتي سرهم. خلاص انا هقول لهم عايزه مليون جنيه. كده تبقى عجزتيهم. المهم انت قلت له انك موافقه؟ لا طبعا. هو انا رميه؟ قلت امص دمهم الاول. طب افرض بقى يا فالح ما شفتش خلقتهم تاني. لا من حد تطمني هتشوفي خلقتهم تاني وتالت ورابع لحد ما تنفذ اللي هم عايزين. اللي هم مين يا فوزي؟ اموت واعرف هم مين. وتموت ليه؟ واحنا عندنا كم زهر؟ مش المفروض كان يدوني عربون؟ ما هو ده بقى على حسب اتفاقك معاهم وتسيبي الباقي عليا انا. ناوي تعمل ايه يا فوزي؟ بعدين اقولك. المهم دلوقتي نمشي خطوه خطوه. طب انت مش شايف ان الموضوع ده في خطر علينا شويه؟ ولا يهمك، طالما معايا ما تخفيش. وبعدين معاك على فكره انا كده هبلغ البوليس. استغفر الله العظيم يا رب لما اشوف ايه اخرتها معاك. انا موافقه بس المبلغ مش عاجبني. وماله؟ نزودهولك شويه. 100,000. مبسوطه؟ مليون جنيه. لا كتير قوي. دي جريمة قتل. محدش هيعرف. انا هنزل. استني بس، احنا بنتفاهم. ايه رايك لو خليت لك المبلغ 3/4 مليون جنيه؟ بقول لك ايه، مليون جنيه كاش يا اما بلاش. اوكي انا موافق. طيب ادفع لي النص في الاول. لا معلش، احنا في تعاملاتنا بندفع 20% عربون لاي عمليه. طب ربع؟ انا محتاجه فلوس عشان جواز اخوكي. وانت عرفت منين؟ احنا قبل ما نكلف اي حد بعملية لازم نعرف عنه كل حاجة. طب انا محتاجة كمان اغير بيتنا في المنطقة يعني عشان الشبهات ما تحومش حواليا. وماله؟
تحت امرك. طيب ممكن بقى توصلني؟ عملتي ايه؟ قابلتي؟ ايوه قابلته، واداني ربع مليون جنيه عربون. حلو قوي. وانت عملت ايه؟ ظبطت لك كل حاجه، وبكره الصبح تصحي بدري عشان تيجي معايا مشوار. بقول لك يا فوزي، انت مش شايف ان العمليه دي ما فيهاش اي خطر عليا؟ انا كل ما افتكرها كده جسمي يتنفض. طالما معاكي فوزي اطمني. فوزي اوعى تودينا في داهيه. ما قلت لك ما تخافيش يا زهر، انا بخاف عليكي اكتر من نفسي. ومن دلوقتي اعتبرينا بدأنا العملية. عملية؟ عملية ايه يا فوزي؟ يلا يا حاج بقى الشمر عشان اديك حقن. شمر دراعي؟ ايوه دراعك. حاضر. عشان الحقنة دي حدها لك في العرق. اه وانا بقى ما بحملش غير هم بالحقن اللي في العرق دي. ما تخافش. ودي بقى وشك الناحية التانية عشان ما تتخطش. يلا. بلسم يا اخواتي بلسم، ما شاء الله ايدك زي الريشه. الشفا يا حاج. تسلم ايديك يا زهر. الله يسلمك. انا حاسبك بقى تستريح وكمان شويه حاجه اطمن عليك. ها خليك شويه. معلش انا اصلي عندي شغل كتير قوي. صباح الخير. صباح النور. ازيك يا استاذ؟ انيسه زهره. انيسه زهره، اخبار الحاج ايه النهارده ان شاء الله؟ الحمد لله زي الفل. انا لسه مديله حقنه، بس يا ريت تسيبه ينام شويه ويستريح، بلاش تزعجه. وفي ايه؟ زوزو. ايه زهرة؟ ايه انا ماله؟ ايه يا بنتي مالك النهارده؟ اصلا امبارح تقولي لي ما عادش انام. معرفش انام. طيب. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. هتجوز زهرة؟ معقول يا حاج؟ معقول الكلام اللي انت بتقوله ده؟ الحاج فارج ابو اليسر بجلالة قدره يتجوز واحدة زي زهرة دي؟ مالها زهرة يا منتصر؟ ومن فضلك بقى مش عايزك تتكلم عليها ولا كلمة. يا حاج انا ما اقصدش. انا انت ايه ما تتكلم. يا حاج انا قصدي يعني انها مش من مقامك، مش مستواك يا حاج بصراحة كده، ما تناسبكش. قصدك ايه يعني؟ انها اصغر مني؟ انت ولا فاكرني عجزت؟ ده انا اصبى منك. لا يا حاج انا مش بتكلم من الناحيه دي، يعني انت بسم الله ما شاء الله يا حاج ربنا يديك الصحه، انت اصبى من اي شاب. انا بتكلم على الحاله الاجتماعيه، المستوى الاجتماعي يعني. يا حاج انت لو شفت زهره دي ساكنه فين؟ ده انا ما عرفتش ادخل الحته بتاعتهم بعربيتي من اصلا، ولا السلم بتاع بيتهم يا حاج. طب ده انا وانا طالع على سلم بيتهم كنت خايف لا ياخدني ويقع. وانا هتجوز الشارع بتاعهم ولا السلم بتاع بيتهم؟ انا هتجوزها هي. طب ده انا يا ولا لو سكنها في حته قصر
محدش قبلها ولا بعدها سكن زيه. زهرة دي حتة جوهرة ومش لازم اسيبها تروح من ايدي. يعني انت مصمم يا حاج؟ ايوه مصمم. خلاص زهرة دي دخلت هنا وقعدت واستربعت، وانت عارف يا منتصر اللي تدخل هنا ما تخرجش. حاج ما تخرجش ايه؟ ما كتير غيرها يا حاج دخلوا وخرجوا. بس ولا واحدة منهم كانت زي زهرة. ايوه يا حاج، يعني الست فهيمة ولا الحاجة حليمة يا حاج؟ ما انت عارف يا منتصر دول انا باقي عليهم عشان امهات بناتي، مش عايز احرم البنات من امهاتهم. يا متر ازيك يا استاذ كمال؟ اهلا. يا ترى ناويه تنفذي العمليه امتى؟ يعني شوف انت عايزين تموتوه امتى؟ الليله يكون احسن. لا 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 لا، الليله ازاي؟ مش ممكن ابدا، انا لسه مخلصه الورديه بتاعتي، لو رجعت المستشفى تاني هيشكوا فيا، خصوصا يعني انا بدي الحاج الحقن الصبحيه. يعني بكره الصبح هنسمع خبر كويس؟ انتوا فلوسكوا جاهزه؟ انا هسيب لك شنطه تحت الترابيزه فيها بقيه المبلغ اللي احنا اتفقنا عليه. طب تستنى بقى لما عدها. يا رايا زهر هنا قدام الناس؟ على العموم احنا معاملتنا كويسه، تصبح على خير. ايه يا ريس على فين ماشي كده وسايب الشنطه بتاعتك؟ شنطه ايه؟ وبعدين انت مين؟ حقك تعرف برضه انا مين. اتفضل. افرض انت عايز مني ايه؟ انت مش عارف انك مقبوض عليك؟ بتهمه ايه؟ بتهمه التحريض على الاكل. اكل؟ انا كنت مديها ميعاد غرامي. لا لا لا، هو فعلا كان عايز نقتل الفرج. متقلقش، معاك الاستاذ فوزي العدوي الشمشرجي المحامي اخصائي نقد واستئناف وامور مستعجله. بقول لك ايه يا استاذ، ما تحاولش، احنا مسجلين لك كل حاجه صوت وصوره. اما الفكره الترابيزه الفاضيه دي احنا كنا سايبينها لك ليه؟ عشان سيادتك تقعد عليها ونصورك ونسجل لك كل كلام اللي بتقوله، واكبر دليل على كلامي. اتفضل. ايه الاخبار يا فوزي؟